وللحديث أكثر ينضم معنا هاتفيا الصحفي الرياضي أسامة النعيمة. أسامة مساء الخير وأهلا بك معنا. هل الطرد الذي حصل للنصر ليلة البارحة كان له الأثر الكبير بفوز الهلال أم كان الهلال أكثر جاهزية من النصر؟ خلينا نتفق في البداية، خلينا نمسي عليكم ومسي على المشاهدين الكرام، ونتفق أخوي مسفر أنه فريق الهلال وفريق النصر كان لهم يعني بصمة كبيرة في إخراج نصف نهائي آسيوي مميز، وحقيقة يعني أشعل القارة الآسيوية يعني عن بكرة بيها لما شاهدنا أمس، مستوى يعني مميز يعطي انطباع أن الكرة السعودية الآن تسير في منحنى ارتفاع ومنحنى مميز، خصوصا ان المنتخب السعودي حقق نتائج وبالعلامه الكامله في تصفيات كاس العالم، والهلال والنصر لعبوا نصف النهائي. لكن ما حدث البارحه ان الهلال منذ البدايه يبدو انه النصر مشكلته في الظهير الايسر هي ما تثبت انه يتنبه لها مدرب فريق الهلال، وبالتالي يستغل هذه الجزئيه بشكل كبير، وبالتالي يتحقق منها هدفها عن طريق ماريجا. إلا أن أخطاء اللي ارتكبها المدافع النصر اللجامي ساهمت مساهمة كبيرة في يعني إخراج النصر عن يعني عن وضع المباراة، من ما حدث ربكة في الشوط الأول إلى أن حدث الشيء اللي ما كان يتمناه مدرب النصر هو البطاقة الحمراء. الشوط الثاني النصر عاد ورتب مدرب أوراقه بشكل جيد، ويحسب للسيد بيدرو استطاعة أنه يرتب رغم النقص ويحصل على هدف مبكر بعد مضي 5 دقائق، أعطى انطباع إيجابي أن الفريق سيعود بشكل، ولكن سبحان يعني سرعان ما تراجع النصر بشكل يعني غريب جدا، حتى الجمهور النصراوي استغرب التراجع الغريب في خطوط الدفاع النصراوية اللي ساهمت أنه بشكل كبير الهلال يسيطر على باقي المباراة بشكل يمكن من الدقيقة 60 إلى نهاية المباراة كلها سيطرة هلالية. نعم. لم تشفع النصر بأي يمكن فرص أنه إلى أن تحقق هدف سالم الدوسري الذي أهل فريق الهلال إلى المباراة النهائية. أسامة، ماذا كان ينقص النصر ليلة البارحة؟ هل كان الحظ له دور كبير أم المستوى من وجهة نظرك؟ لا خلينا نتفق، النصر يقدم مستوى جيدة، الهلال يقدم مستوى جيدة، ولكن النصر عابه شيء وحيد أنه المدرب لم يوفق في اختيار، أنا في وجهة نظري، العنصر اللي كان مؤثر وهو في خط الدفاع تحديدا في الظهير الأيسر. لذلك لما تعطل في مباراة البارحة وبوجود اللجامي اللي شارك لأول مرة منذ فترة أحدث زعزع في فريق النصر. أضف إلى ذلك أنا كان هناك ثقة من لاعبي النصر أنهم باستطاعتهم كسب الفريق الهلالي لأسباب فوزهم الكبير على فريق الوحدة الإماراتي ب5 أهداف، بالإضافة إلى أن المستويات المتذبذبة اللي كان الهلال يقدمها في الدوري بالذات آخر مبارتين، أضف إلى النقص اللي حدث في الفريق الهلالي، جعلت الفريق النصراوي يشعر أنه يعني أكثر جهازية. ولكن من يلاحظ أنه الشيء اللي حصل البارحة يعطي انطباع أن الفريق النصراوي كان أقل جهازية، لسبب أن كانت العنصر الثقة الزائدة في لاعبي النصر هي من جعلت الفريق يخسر هذه المباراة. أضف إلى ذلك أنه حتى تصريحات السيد بيدرو في المؤتمر الصحفي لم يوفق فيها، من خلال أنه ذكر أن هناك مفاجأة والنتيجة ستكون مفاجأة للجماهير. هذه أشعرت الأنصار الفريق النصراوي أنه الفريق بجهازية كان، وبالتالي سيتغلب عليها. لذلك كان هناك أنا في تصوري صمت من المعسكر الهلالي ساهم مساهمة كبيرة في حل مشكلات في فريق الهلال. الفريق الهلال كان يعاني غياب ياسر الشهراني، كان يعاني مستويات منخفضة، كان يعاني في العنصر الأجنبي في انخفاض كبير في المباراة الأخيرة. كل هالشيء صمت الهلال وعدم التحدث في هالأشياء ساهمت مساهمة كبيرة في أن الهلال يتألق، بالتالي حقق النتيجة والوصول إلى المباراة النهائية للدوري أبطال آسيا. طيب أسامة، يعني عطفا على تصريح السيد بيدرو بأن سوف يكون هناك مفاجأة وسوف تكون النتيجة كبيرة، هل ذلك أدى إلى انتشار أخبار كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وكان هناك تفاؤل كثير من الجمهور النصراوي بالفوز؟ هل هذا أدى إلى يعني دخول اللاعبين بثقة كبيرة مما يعني أثر على اللقاء ليلة البارحة سلبا؟ مؤكد أنه أي جهاز دائما الرأس الهرم في الجهاز الفني لما يتحدث بهذا الحديث ويستشعر اللاعبين أن المدرب يتحدث، طبعا قد يكون مثلا من مبدأ الثقة ويثق في لعبه، لكن في هذه المباراة يحتاج أنك تدخل عنصر الخوف أيضا في الجانب. صح، لازم تثق في فريق، تثق في عناصرك، ولكن لا تخفي جانب الخوف انه مباراه مهمه، انه مباراه سيقابل وخصمك يعني ليس خصم عادي، هو منافسك التقليدي وليس من سنه سنتين من سنوات،
وهو المنافس التقليدي وهو فريق الهلال. لذلك أنا في تصوري السيد بدرو لم يوفق في المؤتمر الصحفي، ويبدو لها أسبابها، لأنه السيد بدرو لأول مرة يقابل فريق الهلال، وكان يعني جت يعني بشكل سريع، أنه بعد ما استلم مهام تدريب النصر جت مواجهة الهلال، وحتى يعني المقربين من البيت النصراوي يشعرون أن السيد بدرو كان يتحدث أنه أنا تغلبت على الهلال أيام ما كنت في مباراة التعاون، مباراتين في الدوري والكأس وبنتيجة 5 وبنتيجة 2، فكان يشعر يعني أو كان يقدم هذه الأشياء لأنصار النصر، بالتالي يشعرهم أنه خلاص مدام المدرب حظه أو علو كعبه كبير في مباراة التعاون، بالتالي سيحقق مع النصر. إذا هالأشياء لما تجي أو يعني اللاعبين يستشعرون فيها، وأنت تبدأ تبثها في أجواء اللاعبين، ثقة كاملة أن هناك جانب سلبي وليس جانب إيجابي. على ماذا أسامة عفوا على ماذا اعتمد يعني بظنك السيد بيدرو على مثل هذا التصريح؟ هل يعني اعتمد على أخبار سابقة، خاصة وأنه مدرب جديد للنصر، يعني لم يكمل فترة كافية مع الفريق؟ أنا أقصد التصريح. التصريح في المؤتمر الصحفي بناه على ايضا تاريخه مع فريق التعاون، عندما بنت في تاريخه مع فريق التعاون هذا يعطي انطباع انه انا علو كعبي على مباريات الهلال اقوى، بالتالي لعبت مواجهتين وكلها تحقق الكسب وانتصارات اهلتني ان اخذ بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين واخرج الهلال من بطوله الدوري. كل هالاشياء انت كمدرب، لما بعض المدربين قد لا يحسن التعامل في عمله مع الانديه الكبيره، وبالتالي لا يكون عمل في الانديه الكبيره غير انديه اقل جماهيريه، وهذا ما اخطا فيه السيد بيدرو البارحه، وارتكب يعني خطا كبير تسبب في خروج النصر من المباراه. اضف الى ذلك الاخطاء الفنيه في المباراه، اصراره على بعض الاسماء، يعني مثلا حمد الله في فتره من فترات لم يكن هو، حتى لو كان حمد الله تقول الله بأبقي في مباراته يستطيع ان يحقق الجزاء، في عناصر كانت تستطيع انك تحقق لك يعني نتيجه ايجابيه في حال سحبت حمد الله. لذلك كان هناك جانب فني غريب من السيد بيدرو، اضف الى ذلك التراجع الغريب بعد هدف التعادل ويعني والعوده في مهاجمات مرتده او كرات مرتده وتحقيق هدف ثاني، لم يوفق فيها النصر، لانه النقص اللي عانى من النصر ما حسب الحساب، وبالتالي جلس المدرب يتراجع تراجع غريب حتى تحقق الهدف في الدقيقه 71 للفريق الهلال الثاني، وبالتالي سيطره كامله من فريق الهلال. الفريق الهلال يعني العمل اللي قدم السيد جاريم جاريم البارح عمل يعتبر يحسب له، ويعني انا اتصور انه الغى كل الانتقادات اللي طالت في الفتره الماضيه من خلال انه المدرب لا يستطيع يتعامل مع المباريات، مدرب انه ولكن من خلال مباراه كبيره بحجم مباراه ونصف استطاع ونصف نهائي اسيا، استطاع السيد جاريم ان يتعامل معها تعامل ايجابي، ويستطيع ان يقدم فريقه بشكل يعني فني مميز. اضف الى ذلك أنه استطاع أن يسيطر مسيطرة كاملة من خلال عناصر، بالذات العناصر الأجنبية اللي أتصور أنها أمس قدمت يعني مستوى. أضف إلى ذلك أن سلمان الفرج كان هو الأيقونة في الفريق الهلالي مع نجاح ناصر الدوسري أثناء أداء في المباراة، رغم أنه يعني خلنا نتفق وياك مستر أنه بيريرا وسالم الدوسري لم يكونوا اللي في كان مباراة بيروزي أو بيرس آريس الإيراني، سالم فقط يحسب له الهدف، ولكن هذه طبعا ما تحسب نعم شيء للمدرب اللي قدم هالتوليف المناسب اللي يكسبته في نهاية الأمر المباراة. أسامة، يعني الكل يعلم أن الهلال سيقابل بوهانغ الكوري في النهائي الآسيوي، ونتمنى طبعا لممثل الوطن الهلال تحقيق هذه البطولة، بظنك الهلال سيفعلها أسامة؟ طبعا هو الأماني وكل شيء، لا أنا توقع الأماني كلنا نتمنى أنه ممثل الوطن يحقق البطولة، لكن أتكلم عن التوقع. أنا ما يمكن أتوقع في مباريات نهائية بهالحجم وبهال على مستوى القارة على الأقل عطفا على مستوى الهلال في البطولة وأيضا محليا أسامة. لا على مستوى الهلال في البطولة بالعكس، قد يكون في تخوف من فريق من أنصار الهلال، ولكن بوهانغ هذا الفريق الكوري لم يعني مسيرته في البطولة، مسيرته في الدوري الكوري تعطي انطباعات وش الفريق وش قدم في الفترة السابقة. هل بوهانغ الصعب اللي كان قبل سنوات كان مزعج وأخرج الاتحاد في سنة من السنوات وأخذ من أمام بطولة، هل هو هذا أو بوهانغ وضعه أقل من ذلك؟ كل هذا لما تقف عليه في الفترة الحالية أمامك شهر كامل تستطيع أن تقيم عمل هالفريق، لكن أسامة إذا سمحت لي، لكن ليس بالغريب على الهلال يعني لعب مثل هذا يعني النهايات، هو متعود على مثل هذه المباريات، لكن
هل سيكون الهلال سيدخل هذه المباراة بثقة كاملة مما قد يؤثر على الفريق في أرض الميدان سلبا؟ أبدا أبدا. أتوقع الهلال أخذ درس كامل من بعد مواجهة 2014 مباراة السدني، أخذ يعني درس كامل أنه لن يدخل بثقة نهائيا، بالعكس صارت لدرس. ويعني رغم تكرارها امام اوراوا 2017 ولم يحقق البطوله، ولكن كانت لها درس للهلاليين، وعادوها في 2019 وحققوا البطوله امام نفس الفريق اوراوا، والان يعودون في نفس الشيء وامام في الرياض وامام فريق بوهانغ، ولكن سيكون هناك حذر هلالي سيكسبه في نهايه الامر باذن الله البطوله. كل الامنيات لممثل الوطن الهلال بتحقيق هذه البطوله. اسامه النعيمه الصحفي الرياضي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.